العلاقة مع أثيوبيا وشبح الحرب والتوتر عند الفشقة، في اتهامات رسمية أثيوبية للخرطوم بدعم جبهة التجراي. نعم. طيب ملف العلاقة السودانية الأثيوبية ملف مهم للغاية، والتطورات الجارية في الداخل الأثيوبي ستنعكس الآن على الملف، خاصة أن رئيس الوزراء الأثيوبي بدأ يظهر كأنه منتصر في الحرب الأخيرة ضد التجري، وخاصة أن التجري تراجع. صحيح هنالك اتهامات ليست جديدة، منذ عهد الرئيس البشير ظلت أثيوبيا تتهم السودان أنه يأوي قيادات التجري، أنه يدرب التجري. في الآونة الأخيرة كان الاتهامات أكثر وضوحا أن مصر والسودان يدعمون التجري، واتهامات أكثر أن السلاح وأن التدريب وأن الملاذ الذي تنطلق منه قيادات تجري كله من السودان. وأنا أتوقع أن تشهد العلاقة السودانية الأثيوبية تطورا في اتجاه التصعيد في الفترة المقبلة، باتجاه التصعيد. تصعيد لماذا؟ يعني بعد أن تراجع التجري وبعد أن حقق رئيس الوزراء الأثيوبي يعني نسبيا نصر نسبي، الآن سيعود الجيش التابع لإقليم أمهرة، وهو الذي اعتدت قواته على منطقة الفشقة، وهو الذي كان يحتل منطقة الفشقة. هؤلاء الأمهرة ليست لديهم أي مساحات زراعية عدا المناطق المنخفضة مع السودان، منطقة الفشقة كانت محتلة والآن تم إجلاؤهم عنها، والسودان بدأ يحافظ على حدود الدولية ويدعو أثيوبيا لاستكمال مرحلة وضع علامات الحدود بعد الاتفاق على ترسيمها. ستعاد الكرة مرة أخرى، وستحاول أثيوبيا أن توجه ضربات في منطقة الفشقة حتى أيضا تهدي داخل إقليم أمهرة الذي تعرض لتشريد وتعرض لاعتداءات. كلام كبير هذا. طيب سيد الصديق، خلينا نشارك معنا لو سمحت.